أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بورصة الرأي. نسألكم، هل تقوم السلطات الصحية في بلدكم بما يكفي لمراقبة جودة الأطعمة وحماية صحة المستهلك؟ منظمة الصحة العالمية من أن تناول الطعام الملوث يؤدي إلى إصابة أكثر من نصف مليار شخص بالأمراض سنويا. وأشارت المنظمة إلى أن الأطعمة الملوثة تسببت بنحو 300 ألف حالة وفاة عام 2010. ويقول خبراء إن تغيرات في إنتاج الأغذية يعني أن هناك مزيدا من الفرص لوجود آفات مضرة أو مواد كيماوية في الوجبات. وأضافوا أن مشكلة غذاء محلية يمكن أن تتحول سريعا إلى حالة طوارئ عالمية، إذ أن إنتاج الغذاء أصبح يعالج صناعيا. فهل حملات سلامة الغذاء التي أطلقتها بعض البلدان العربية كافية للحد من فساد الأغذية؟ وكيف يجب محاسبة المسؤولين عن الفساد الغذائي في دولنا؟ شاركونا الحوار عبر موقعينا فيسبوك وتويتر أو عبر الهاتف. نبدأ عبر سكايب من غزة. المهندس زكي مدوخ، رئيس مراقبة الأغذية في وزارة الصحة، أهلا بك زكي معنا. يعني غزة لها وضع خاص، غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي، تحت الحصار، وبالطبع أوضاع اقتصادية صعبة في هذه المنطقة. لو تعطينا بالبداية فكرة عن الوضع الغذاء في غزة بشكل عام. أهلا وسهلا فيك وفي هذا البرنامج الطيب. بداية، العمل في قطاع غزة كما تحدثت من قبل هو عمل له رونق خاص أو بشكل خاص، خاصة ونحن نعيش في ظل حصار الإسرائيلي منذ ما يقارب 8 سنوات. جيد. طبعا منظومة العمل الرقابي للمواد الغذائية تسير بشكل طيب ومتابع من قبل المسؤولين بشكل طيب وجيد. نعمل ضمن آلية عمل ضمن جولات تفتيشية تقام على جميع المحلات التجارية وجميع الأسواق الشعبية وجميع المصانع التي تنتج المواد الغذائية، للمحافظة على سلامة هذا الغذاء والمحافظة كذلك على سلامة المستهلك الفلسطيني، رغم الحصار ورغم ما نعانيه من ضيق ورغم قلة الإمكانيات التي موجودة في قطاع غزة، ولكننا محافظون على أدنى الشروط الصحية الموجودة في هذه الأماكن. طيب، ممكن تعطينا فكرة أكثر زكي عن الشروط اللي يتم اتباعها وكيف بتتم عملية المراقبة؟ يعني أكيد بيكون هناك رقابة على الأغذية المنتجة في غزة، ولكن ماذا عن الأغذية المستوردة من الخارج واللي أيضا في عليها علامات استفهام كثيرة؟ بالنسبة للبند الأول، الأغذية المنتجة في قطاع غزة، طبعا تتم عملية مراقبة بشكل يومي على هذه المصانع الغذائية عن طريق فرق التفتيش الصحي الموزعة في كامل محافظات قطاع غزة أو بالأحرى في كامل محافظات فلسطين، وتقوم عن طريق الفحص المخبري، نأخذ عيناتنا المختبرات الموجودة في بلدنا في قطاع غزة، ويتم التأكد من صلاحيتها قبل اللي هو نزولها الى المستهلك او قبل تداولها من قبل المستهلك الفلسطيني. اما بالنسبه للاغذيه التي تدخل عن طريق المعابر الفلسطينيه فكذلك تتم عليها مراقبه من جهات متخصصه في هذا الموضوع عن طريق فحصها قبل ادخالها الى قطاع غزه للتاكد من سلامتها للاستهلاك الادمي. يعني العمليه تتم بشكل سليم رغم قله الامكانيات وقله الموارد وقله والظروف المعيشية التي يعيش فيها قطاع غزة، ولكننا محافظين على أدنى الشروط الصحية الموجودة
في هذه المصانع وفي الأغذية التي يتم استيرادها من الخارج. نعم، طيب زكي ابقى معي، سنتحدث بالتفصيل عن كيفية المراقبة، لكن معي من عمان عبد العزيز السيوف. عبد العزيز أهلا بك، ما عندك تجربة في هذا الإطار؟ خبرنا ما الذي حصل معك. بداية السلام عليكم، والله يعطيكم عليكم السلام. العافية. كنت بعاني من فترة من تسمم غذائي بسبب تناول طعام ما كنت صراحة عارف شو مصدره. يعني أكلت بالبيت ولا بمطعم؟ أكلت في مطعم في الخارج، في فندق بالتحديد. طيب بعدين شو اللي صار؟ في ثاني يوم صرت أحس مغص شديد ورحت على المستشفى لأنه ما قدرت أتحمل الحالة، واتضح إنه عندي تسمم. طيب أبلغت عن اللي صار معك للسلطات المحلية أم إنه دائما هي الحالات بتمرق ولا حدا بيتم محاسبته عن المسؤولين عن هذه الأطعمة الملوثة والفاسدة؟ وللأسف مهما تبلغ ما مش دائما بصير اكشن، مش دائما بصير متابعة على الأمور هاي من قبل الجهات المعنية. هاي لازم تكون أولوية من أولويات الحكومة، لأنه صحة المواطن هي من صحة المجتمع كامل. يعني إذا كان المواطن صحيح وسالم بكون إنتاجيته طب عالية. عبد العزيز بدي أسألك بنقطة، خصوصا هلأ بالأردن موضوع المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين السوريين يمكن عم بتأدي إلى حالات خاصة عم تباع بالأسواق السوداء، وبعضها بيكون يعني خلص منتهية الصلاحية وبيتم بيعها بالأسواق الأردنية. هل هالأمر كتير منتشر في عمان وفي يعني معظم المناطق الأردنية كما نسمع؟ واحنا ما بدنا نعمم كمان، بس هذا إشي لا موجود في كل بلد، ما في كل بلد في تجار حروب بيستفيدوا من الناس. يعني حالات موجودة بالأردن؟ الحالات موجودة نعم. ولا السلطات كيف عم تتعامل معه؟ السلطات يعني لازم تعمل حملات توعوية، في سواء في التلفزيون سواء في اللوائح اللي في الطرق، برامج توعوية للمواطنين اللي تخلي المواطنين ينتبهوا للأشياء هاي، ينتبهوا للغذاء اللي بياخدوه، شو مصدره، من وين هو. لازم الناس تكون عندها وعي أكثر. طيب ابقى معي عبد العزيز. أيضا معي من غزة وائل أبو عمر. أهلا بك وائل. حياك الله. يا هلا وائل، الوضع في غزة مثل ما معنا السيد زكي مدوخ بيقول انه تحت المراقبة ومضبوط، إلى أي حد هذا الكلام صحيح بالنسبة لك كمواطن عادي؟ يعني نحن في قطاع غزة وفي ظل الحصار المطبق منذ أكثر من 9 سنوات نلاحظ يعني ارتياح تام في الأسواق، لا يوجد ولم تسجل وزارة الصحة في السنوات الأخيرة الماضية أي حالات للتسمم الغذائي أو أي حالات نقلت إلى المستشفيات وزارة الصحة عن وجود حالات تسمم بالأغذية المطاعم أو الفنادق أو أي شيء مما شابه. هذا في ظل الحصار، في ظل التضييق الموجود في قطاع غزة. طيب يعني هذا الكلام ممكن أنه أرجع أسأل السيد زكي عنه، في يمكن إيجابيات من وراء عملكم سيد زكي، والكل يبدو أنه بغزة الوضع مضبوط وتحت السيطرة بإطار الـ يعني السلامة الغذائية. هل هناك خطط مستقبلية في هذا الإطار أم أنه حسب الخطة الموضوعة الآن هي كافية؟ طبعا احنا نشكر اخونا الاخ وائل ابو عمر الثقه العاليه التي وصفنا بها في موضوع التفتيش الصحي. بالنسبه لموضوع يعني اريد ان اذكر حاله حدثت معنا قبل حوالي 8 سنوات، وهي الحاله الاخيره التي حدثت في قطاع غزه، وهي حاله تسمم جماعي في احد المخيمات الصيفيه في احد المدارس، حيث ان احد اصحاب المحلات محلات بيع الشاورما
قام بتجهيز هذه يعني رأست المناقصة عليه، وقام بتجهيز الشاورما منذ حوالي الساعة 6 صباحا لكي يجهز هذه الوجبة الساعة 12 موعد الغداء أو الساعة 1، فقام بالاستعداد لهذه العملية من الساعة 6 للساعة 12. هذه أدت إلى تكدس اللي هو الشاورما ووضعها فوق بعض أو وجودها فوق بعضها البعض، مما أدى إلى تلف هذه الشاورما بدون انتباه صاحب المحل او صاحب المطعم، وتم اللي هو توزيعها الى هذه المخيم، وتم هناك هذه نسميها اخر حاله تسمم حدثت في قطاع غزه، وهي في عام 2008 حدث تسمم حوالي 13 طالبه او طالب وطالب من الطالبات في هذا المخيم. بعد تم اخذ اجراءات قانونيه بحقها بحق هذا المطعم وإغلاقه لفترة معينة. شو هي الإجراءات القانونية اللي بتم اتخاذها؟ يعني مثل ما سألت عبد العزيز من الأردن تعرض لتسمم، وبالتالي لم يؤدي ذلك إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، رغم أن الأردن يعني دولة قائمة بحد ذاتها وفيها السلطة السلطات الصحية يعني أيضا تقوم بواجبها، لكن أيضا يعني بغزة في ظل الظروف اللي بنعرفها من ناحية يعني الوضع الأمني فيها، هل في مراقبة جدية؟ كيف بتم محاسبة المسؤولين؟ بالنسبة للأخ الفاضل اللي حكى من الأردن، يعني هنا نستطيع أن نقسم عملية التسمم إلى قسمين. هل الطعام الذي أكله أكله لوحده أم كان في مطعم وكيد الطعام؟ طيب خلينا نسأل عبد العزيز ليجاوب على السؤال. عبد العزيز، عم بيسألك سيد زكي، هل الطعام اللي أكلته كنت لوحدك ولا مع مجموعة؟ لا والله أنا كنت مع مجموعة. كنت مع مجموعة والكل تعرضوا لتسمم؟ لا مش الكل تعرض للتسمم، بعض أشخاص ما بتعرف طبيعة الجسم ممكن تتغير من مقاومة من جسم لجسم. يعني من ضمن المجموعة كم شخص تعرض لتسمم؟ يعني على الأقل 3 أشخاص. 3 أشخاص. نرجع على سيد زكي، بيقول 3 أشخاص تعرضوا للتسمم. عفوا 3 أشخاص من كم العدد الإجمالي؟ عبد العزيز يعني تقريبا 100 أو 150 شخص. 150 شخص. يعني 3 من أصل 150 شخص. خلينا نحكي بشكل علمي مبسط، أنه لو فعلا هذه الحالة حالة تسمم غذائي سببها هذا الطعام لتسمم ال 150 او الاقل 100 من 150. انا اعتقد انه الحاله اللي صارت مع اخونا عبد العزيز من الاردن كويس، هي ممكن يكون يا يعني اما الطعام اللي اكله قبل ذلك، قبل الطعام الاساسي اللي اكله وجبه الغداء هذه، ممكن يكون اكل طعام في الليل وتم اصابته بنوم برد او نومه خلينا نقول نومه برد معين، هو الاشخاص الثلاثه اللي معاه، قدر الله انه يصيب الموضوع هذا، فجاء ثاني يوم اكل هذه الوجبه وصارت معه حاله تسمم. لو انه حاله التسمم حدثت من هذا المطعم لتمت اقل شيء ثلثي المجموعه تمت عمليه التسمم فيها، هذا اولا. ثانيا يجب على كل شخص يقوم باكل طعام في اي مطعم معين يتوجه الى المستشفى مباشره لكي يسجل هذه الحاله، ويقوم وتقوم إدارة المستشفى باستدعاء طاقم مراقبة الأغذية لمتابعة هذه الحالة والتأكد من أين هذا اشترى هذا الطعام، والتأكد من صلاحية الطعام الذي يقوم به صاحب المطعم، والتأكد من الشروط الصحية الموجودة في المطعم. هذا هو الأسلوب الصحيح الذي يجب أن يتم في كافة الدول العربية بشكل خاص. يعني عبد العزيز بهالحالة هي بتعتبر حالة خاصة، يعني حسب ما اوضح لنا السيد زكي انه هي حاله خاصه بتتعلق بنوعيه الاكل يمكن اللي تناولته قبل ذهابك للمطعم، او انه كنت مصاب ببرد، يعني لا تعتبر ظاهره. شو رايك؟ ممكن نحن بنرجع بنحكي ما بدنا نعمم، ممكن يكون الشيء اللي صار مع زي ما تفضل الاستاذ نوبه برد، لانه استمرت انا معي 3 ايام صراحه وكان وضعي 3 ايام ورحت على المستشفى ام انه تعالجت بالبيت؟ تعالجت في البيت. شكرا لك يا عبد العزيز السيوف، كنت معنا من عمان. شكرا لك. عوده الى مين معنا الان من غزه؟ معنا المواطن من غزه وائل. يا وائل صحيح معكم. طيب يعني مثل ما سمعنا سيد زكي كان عم بيحدثنا عن الطريقة اللي ممكن انه نكتشف فيها انه
إذا كنا مصابين بتسمم غذائي، وبالتالي كيف ممكن أنه نحاسب المسؤولين بغزة؟ مثل ما ذكر السيد زكي أنه الحالة الوحيدة اللي كانت أقرب حالة لوقتنا الحاضر كان بال2007، وبعد ذلك لم يسجل أو تسجل أي حالات أخرى. أنتوا بغزة هل أنتوا واثقين من دور السلطات بالمراقبة على سلامة الغذاء، خاصة الغذاء أو الأطعمة الغذائية الآتية من الخارج؟ صحيح، يعني هناك تجري جولات وتفتيشات من قبل البلديات العاملة في كل محافظة، أيضا من قبل وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد بدورهم على المطاعم والفنادق، أيضا وزارة الزراعة تقوم بدورها في التفتيش على الأحواش وعلى الحيوانات التي تأتي إلى المسالخ التي يتم فيها ذبح يعني المواشي ليتم تحويلها إلى المطاعم. هناك يعني فرق مراقبة نشاهدها ونعينها بشكل يومي، تنزل إلى الشوارع إلى الأسواق تراقب المحلات، تراقب الأسواق وبيع يعني ليس اللحوم، أيضا يتم متابعة عمل المحلات والبساطة التي تبيع الخضروات والفواكه، ويتم يعني شاهد يوميا عمليات إتلاف لبعض الخضروات والفواكه التي يعني تتعطل نتيجة الهواء نتيجة مكوثة. طيب أوائل، سؤال أخير لك قبل ما أنهي معك، هي بالنسبة للمراقبة الخارجية، أما بالنسبة للمراقبة داخل البيت، يعني ممكن أنتوا كيف بتعرف أنه يمكن في طعام أو مثلا لحمة بتكون صار فترة بالثلاجة ممكن أنه تكون فاسدة مجرد تغيير اللون أو الرائحة؟ وهذا حأسأل فيه كمان السيد ذكي، كيف ممكن أنه نتعامل مع الأطعمة أيضا داخل البيت؟ هل دائما يعني ممكن أنه ناكل أي شيء بالبيت من دون ما ننتبه إذا تغير لونه أو حتى ريحته؟ لا، يعني هذا يقع على عاتق يعني ربة المنزل التي بحاجة إلى متابعة يومية. في ظل أيضا نحن في قطاع غزة تواصل انقطاع التيار الكهربائي، يعني بعض المنازل لا يصلها الكهرباء إلى، ما هذا هو السؤال صح، مما يضر يعني بالبغادات، مما يؤدي إلى تعطل بعض الأغذية، فهنا ترجع يعني إلى ربات المنازل التي بدورها هي تكشف عن ما يتحويه الثلاجات وممكن تتلفها أول بأول. شكرا لك يا وائل. وائل أبو عمر كنت معنا من غزة. الكاميرا بورصة الرأي توجهت إلى السودان والعراق، وهناك سألنا بعض المواطنين بشأن رأيهم بالخطوات التي يجب على السلطات الصحية القيام بها من أجل ضمان جودة الأغذية والأطعمة. الجهات الصحيه طبعا قايمه يعني بدورها، والدليل على انه يعني انا قبل فتره يعني كنت بتنقل في محلات تجاريه بتحصل حملات تحت تفتيش. هي انا اتوقع الخطوات هي من ضمنها الرقابه والسيطره النوعيه، المفروض يعني الدوله تهتم بها اكثر. حصلت قفزه كبيره جدا في مراقبه الاطعمه وفي المخالفات اللي بيقوموا بها التجار، اللي بيقوموا بها يعني اصحاب المحلات بتعبئه اللحوم والاطعمه، والدليل على كده انه الحكومه قامت بحملات تفتيشيه كبيره جدا وضبطت كميات كبيره من اللحوم الفاسده. فاحنا نطالب من وزاره الصحه ومن وزيره الصحه ان يعني يطلع يعني جماعات تفتيشيه، جولات تفتيشيه على ذول، يراقبوهم يشوفوهم الترخيصات يعطونهم، ها كلها امراض انتقاليه تصير في البلد. بقي على السلطات ان تعلم انها تتعامل مع واقع لا مع اشخاص، يعني تتعامل مع واقع بمقتضاه وتعالج هذا الواقع بمقتضياته كافه، ولا تنظر الى اشخاص بعينهم باعتبار ان هذا يسبب الحرج لها من جهات معينه. ضروري الرقابه على كل المطاعم وكل القصاصيب والمجازر، يعني سايكو مجازر هيجي، اكو احياء قاعد يبيعون بالشوارع. المطلوب من السلطات للوصول لغذاء آمن اللي هي تكثيف الحملات. الحملات هي بقت واحد من الأساليب الأساسية لمراقبة الأطعمة. هذه إذن بعض آراء المواطنين في السودان والعراق. معي عبر الهاتف من الخرطوم محمد أبو العمرين، أهلا بك يا محمد. مثل ما استمعنا من خلال بعض المواطنين من السودان، في حملات قامت بها السلطات وأيضا قامت بمحاسبة المسؤولين، ولكن يجب فعل المزيد. شو رأيك بالموضوع؟ طبعا هي الحملات اللي تقوم فيها السلطات الصحيه في السودان مهمه جدا لتوعيه المواطن او للرقابه على المطاعم واماكن بيع الطعام.
لكن برضو يعني الحملات دي غالبا بتكون داخل المدن الكبرى في الخرطوم او العواصم الكبرى. انا اتكلم عن تجربه شخصيه تعرضت لها. ولدي عمره 4 سنوات كان في سفر من مدينه الخرطوم الى مدينه الابيض في موقف الحافلات الاكشاك او الطبليات البسيطه اللي بيبيعوا الغذاء، فتعرض لتسمم خطير جدا كان يعني صعب جدا بالنسبه له، فكان ده بسبب الاكل اللي في الشارع، الاكل اللي في الطبليات اللي في الشارع، فبرضه يعني الاكل منتشر في جميع الاماكن. بس هذه هي من العادات يا محمد، يعني العادات الاجتماعيه ببلادنا العربيه انه بيكون في اكل في الشارع يعني. صحيح، لكن برضه يعني مثلا كان استخدام المواد اكثر من مره زي الزيت، الزيت هو بيعمل مشكله كبيره في الاشياء البسيطه اللي بتتناولوها الناس في الشارع زي الطعميه او الفلافل او البيض، ده كله بيكون سبب مشكله رئيسيه. الزيت اللي بيستخدموه لاكثر من مره بحكم انه يعني ممكن يكسب اكثر ما يصرف اكثر على المواد الغذائيه اللي بيعملها. طيب بعد ما اصيب طفلك بتسمم كيف تم معالجه الموضوع؟ اشتكيت للسلطات؟ خبرت مثل ما قال سيد زكي لازم يكون هناك يعني اول شيء ابلاغ للمستشفيات ومن ثم ابلاغ للسلطات، ام انه عادي مثل الاف ربما ملايين حالات التسمم بانحاء العالم بتمر مرور الكرام؟ لا والله للاسف انا فقط عالجت الولد، يعني تميت في علاجه وعالجناه واصبح كويس، لكن ما 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 قمنا بابلاغ السلطات لانه كان خارج المنطقه اللي احنا فيها وكان جاي من سفر فحصل له التسمم في الطريق. طيب انت بتحس انه السلطات السودانيه جاده بمحاربه المسؤولين عن الاطعمه الفاسده ام انه عندهم اشياء اخرى يمكن اهم بالنسبه لهم؟ لا هو طبعا يعني هو فقط ما نحط الدور على السلطات او الحكومه او وزاره الصحه، لازم ايضا منظمات التطوعيه الاشياء اللي توعي الناس، لانه برضه الموضوع ما موضوع فقط في المطاعم، الناس نفسه يعني الشخص اللي لما يمشي لمطعم يكون المطعم فيه مشكله فيه حاجه هو نفسه لازم يردع نفسه او يردع الناس اللي معاه على القيام بذلك، فالموضوع موضوع توعية أكبر من موضوع إجراءات حكومية، أنا كده شايف يعني برأيي. شكرا لك وشكرا لرأيك محمد أبو العمرين، كنت معنا من الخرطوم. عودة للسيد زكي من غزة. زكي، هذه بالنسبة للإجراءات اللي بتقوم فيها السلطات أو ربما كما قال سيد محمد لازم يكون هناك هيئات خاصة يعني تهتم بأمور الغذاء، لكن ماذا بالنسبة للرقابة الذاتية؟ يعني مثل ما سألت وائل أنه كيف ممكن أنه نحن ننصح المواطن بالبيت يكتشف أنه في طعام فاسد؟ طبعا هذا موضوع مهم جدا، لأنه إذا الإنسان داخل البيت اهتم بنفسه واهتم بالمادة الغذائية التي تصله إلى البيت فهذا يخفف علينا من عملنا الدائم في هذا الموضوع. طبعا عند دخول المادة الغذائية إلى البيت أو قبل دخول البيت أو أثناء تواجدها في السوق يجب التأكد، يجب على المواطن التأكد من تاريخ صلاحية هذه المادة الغذائية، هل هي صالحة من ناحية تاريخ الإنتاج والانتهاء أو غير صالحة، التأكد من الوضع الطبيعي لهذه المادة الغذائية خاصة أنه أو تحدثنا عن موضوع المجمدات أو موضوع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، التأكد أن الخواص الطبيعية لهذه المادة الغذائية جيدة وسليمة ومن ثم يتم نقلها إلى البيت مباشرة خاصة إذا كان نوع من أنواع المجمدات وداخل البيت يتم التعامل معها بشكل صحي وسليم عن طريق وضعها داخل الثلاجة على درجة حرارة 4 درجة مئوية إذا كانت تبريد وعلى درجة ناقص 18 درجة مئوية إذا كانت نوع من أنواع اللحوم المجمدة وكذلك طهيها بشكل جيد حتى نمنع ظهور أو نمو الميكروبات التي يتم القضاء عليها غالبا بدرجات الحرارة العالية. طيب بس سؤال أخير زكي، صحيح أنه شوي الأغذية أو اللحوم بتسبب أمراض وأيضا ممكن أنه تسبب تلوث؟ يعني أنا أول مرة يعني كنت عم بقرأ اليوم بعض التقارير وتفاجأت بهذه المعلومة، ما بعرف إذا كانت صحيحة. أعتقد أن المعلومة يعني فيها نوع من الشكك، مش معلومة دقيقة 100%، كويس،
نلاحظ أن دائما في البيوت، خاصة في أصحاب البيوت، بنلاحظ أنه عملية الشوي بتتم داخل، ممكن نجيب قانون داخل البيت وأشوي. أصحاب المطاعم كل وجباتهم الغذائية تتم عن طريق الشوي. هذا المعلومة اعتقادي الشخصي معلومة غير صحيحة، ولو كان المعلومة هذه صحيحة كان وجدنا كل ما هذه المشكلة. كلنا بناكل مشاوي صحيحة، مش 300 حالة وفاة زي ما حكيت في سنة 2010، لا، حتلاقي 300 مليون حالة وفاة. مظبوط، صحيح، معك حق. شكرا لك المهندس زكي مدوخ، رئيس مراقبة الأغذية في وزارة الصحة، كنت معنا من غزة عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. فاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد. طبعا أذكر بسؤال الحلقة، هل تقوم السلطات الصحية في بلدك بما يكفي لمراقبة جودة الأطعمة وحماية صحة المستهلك؟ بعض المشاركات عبر فيسبوك وتويتر حول موضوع. عصام بدر يقول الطعام من مقومات الحياة الأساسية، وعلى كل دولة أن تبذل كل ما باستطاعتها لتأمين الغذاء الآمن الخالي من البكتيريا والفيروسات والمواد الكيماوية. أيضا تعليق آخر، ناصر، الملايين من البشر يموتون سنويا بسبب الأمراض والمجاعات والحروب، والآن أصبح الطعام غير الآمن سببا للوفاء. هذا شيء لا يمكن تجاهله، وعلى الجميع محاربته. مهدي الحسن، نظافة طعامك تبدأ منك وتنتهي بحكومة دولتك، هذا ما سألت عنه زكي قبل قليل. على كافة الدول العربية أن تكون أكثر حزما في مراقبة جودة الأطعمة وتفعيل دور برامج التوعية الصحية لمواطنيها. الآن إلى بيروت. طبعا بيروت كان في حملة لمحاربة الفساد الغذائي قام بها وزير الصحة اللبناني وائل أبو فعور. سألنا المواطنين إذا كانت السلطات الصحية اللبنانية قامت وتقوم بمراقبة جودة الأطعمة وحماية صحة المستهلك، لنستمع. الوزير الحالي عم بيقوم بجهود كتير قوية، متمنى أنه يكفي بهالشيء، وحتى هيدي الشغلة ما تكون مربوطة بوزير، يعني بس يترك الوزير تكون هيدي شغلة يستلمها الوزير يلي بيجي من بعده. إنه الدولة اللبنانية محقة أنه تقوم بهالعمل الطيب هاد بمراقبة المأكولات اللبنانية والأطعمة والمواد المستوردة والمواد الموجودة أو المنتجة عندنا بلبنان هوني لتأمين حماية المواطن. أكيد أكيد لا، ومنطلب منهم أنه أكيد يفوتوا على كل المناطق دون استثناء. بعتقد إيه أكثر فترة هاي الفترة عم نحس أنه في مراقبة وفي حزم وفي تفتيش، الشغلة ملموسة، يعني أنا كأم عم لاحظ حتى لمن عم يجوا كبسات على التعاونيات، لمن عم يروح على السوبر ماركت. من زمان ما حسينا بهالأمان بالأكل. معنا من بيروت ريشار حداد، أهلا بك ريشار. يعني الحملة اللي قام بها وائل أبو فاعور لاقت استحسانا في الأوساط اللبنانية، إلى أي مدى كان لها فاعلية، وإلى أي مدى يجب أن تستمر ليكون لها نتائج إيجابية؟ هلا هي كانت كثير منيحة مع الوزير أبو فعور، بس إنه بتمنى لو فل هو مثل كانوا بيقولوا إنه تضل موجودة، لأنه مجرد ما فل وإجا حدا غيره فتمشي رشاد بلبنان فحيرجع في شيء مثل هذا وتضل الفوضى موجودة. طيب بدي أسألك، ما تفاجأت لما تم الإعلان عن عدد كبير من المطاعم اللي ما حدا ممكن كان يتخيل إنه تكون في عندها أطعمة فاسدة؟ يعني ما عم نحكي عن مطاعم صغيرة أو غير معروفة، كانت مطاعم مهمة وأيضا محلات مهمة. رحنا أول شيء بس سمعناها فكرناها موجة، إنه هيك بتعملوا بس دعايات، بس شفناها موجودة عم تمشي وصاروا يسموا، صار يوصل عليهم القوطة وينبشون وتكونوا محلاتهم بالشمع الأحمر، وصار تصيبهم جبنان كلها،
صدقناها اكثر واخذناها عنه. طيب لكن البعض هاجموا الحمله وهاجموا الوزير ابو فاعور لانه تم الاعلان عن اسماء هذه المطاعم وحتى سوبر ماركت يعني كثير معروفه، بعض اعتبرها نوعا من التشهير انه ما لازم طريقه الاداره هذه الحمله ما لازم تكون بهذه الطريقه. هن كتبوها انه اذا اجى اول مره ولقى شيء عندهم غلط انه ينزلهم بدون ما يحط اسمهم على الاعلان، اذا مرتين ثلاثه انه رجعوا عملوا لهم كبسه او بيرجعوا مثلا بعد فتره صغيره بشوفون اذا ما غيروا شيء فيهم بحق له يحط اسمه على الاعلان، بس مش من اول مره. فهن كتبوا بس انذار مش اكثر. يعني انت برايك انه اللي قام فيه من خلال الاعلان عن اسماء المطاعم كان محق فيها الوزير ابو فاعور؟ خاصة أنه أعطى مهلة لهذه المطاعم وأصحابها. طيب خليك معي ريشار، معي من طيب من القاهرة معي عمر الدرديري. عمر أهلا وسهلا بحضرتك. تفضل يا عمر، ممكن تحكينا عن الوضع في مصر إجمالا؟ يعني كنا نسمع كثير عن حالات تسمم غذائية في مصر، كيف الوضع الآن؟ بالنسبة لمصر طبعا التلوث منتشر بشكل غير عادي، يعني بالنسبة للبائع المتجاهلين في الشوارع مالين الشوارع، وطبعا ما فيش رقابة خالص، وإن كانت في رقابة الرقابة دي ممكن تكون مرتشية الله أعلم، أنا بكلمكم بمصداقية طبعا عن الوضع اللي شايفه في كل أماكن، يعني حتى في محلات مثلا محلات الخبز أو محلات للحمة بنلاقي يعني في محلات اللي هم مطلعين الحاجات بتاعتهم دي بره المحل، لذلك متعرضه للتراب والعوادم بتحت السيارات وما فيش اي رقابه. هذه هي المشكله يعني بمعظم البلدان العربيه عمر، انه في طريقه بيع بتكون مثل ما قلت بتكون في الطرقات وبالشوارع، ممكن تكون معرضه اكثر انه تلقط بكتيريا وفيروسات، ولكن يعني هذا وضع موجود بكل مكان، المهم كيف يتم مراقبه ومحاسبتهم وايضا ملاحقتهم. طبعا عايزين يعني مراقبه ليهم ان هم يعني الناس المختصه اللي هو يعني تكون في رقابه، ولو في رقابه يعني بتشتغل وشايفه شغلها مش هيحصل الكلام ده، ان ما فيش في ناس اي نعم مسؤوله عن المراقبه لكن ما بيأدوش دورهم بالشكل الصحيح، فلذلك هم يعني عشان كده يعني الشكل الحاجات دي منتشره بطريقه. طيب هذه الحالات منتشره يعني اكبر. طيب منتشره في بعض المناطق ولا بكل المحافظات المصريه؟ لا في كل المحافظات، في كل المحافظات. طب اي اكثر انواع الاطعمه اللي ممكن انه تسبب تسمم باوساط المصريين؟ اولا بيع الخبز في الشوارع. يعني بيبقى الشارع عربيات رايحه في الشمال وفي اليمين والخبز مرصف عادي كده يعني عادي، ولذلك انا برضه المواطنين بيروحوا يشتروا عادي، لان الناس يعني ممكن تكون يعني عشان الناس بساط ويعني فكرهم على كدهم، طب ياخدوا خلاص. او ما برضاش يروح يجيب من السوبر ماركت ليه يعني؟ عشان بيكون غالي فبيسترخص الحاجه دي وبياخدها. شكرا لك يا عمر. عمر الدرديري كنت معنا من القاهره. ريشار بعده معنا؟ ريشار اوكي، لكن انقطع الاتصال مع ريشار. شكرا جزيلا لك ايضا ريشار حداد. ايضا من بيروت الان سؤال آخر إلى المواطنين، برأيهم نسألهم الخطوات التي يجب على السلطات الصحية أن تقوم بها من أجل ضمانة جودة الأغذية والأطعمة. أول شيء اللي لازم تعمله لازم تطلع على شركة المي، لأنه شركة المي هي شركة وحدة، فمن المي منبلش لأنه بالمي منغسل كل شيء ومنطبخ كل شيء. ثاني شيء لازم يروحوا على الشركات يلي عم يعملوا عم يعملوا انتاج، فأول شيء بطلبه هو المي، ما منروح على المدارس مثل ما عم نروح اليوم، منروح على شركة المي، شركة المي لازمها تطهير. كل السبسي اللي هلا عم ياخذون على البور وعلى المطار واللي لحقوا المطاعم وكل الاشياء بس يضلوا مستمرين، ما فتره تمرق وخلصنا، يرجع العالم مثل الاول من جديد، يعني ما في مراقبه، مهم ضل استمراريه. اول شيء نبلش رقابه على المطار، دوريات على المحلات، المطاعم الكبيره والمطاعم الصغيره وسوبر ماركت، وانه يقوموا بواجباتهم بس.
هي يعني بس اقل شيء اللي عم نطلبه من الدوله انه يقوموا بواجباتها كدوله بس ما اكثر. يعني هلا هو بالاساس الدوله عندها معابر على الحدود، ان كان بور ولا معابر بريه ولا مطار، هذه المفروض يكون في حزم فيها، المفروض يكون فيها رقابه قويه بالنسبة للأكل والأدوية ولكل شيء. أنا برأيي أفضل حل هن ينزلوا على المطاعم والمحلات ويعملوا كبسات ويحطوا كمان أكيد يعني تاكسات إذا هن مثلا المطاعم ما عم تزموا بالمعايير الصحية، حطوا لهم مثلا أنه جزا أو هيك، هيك بيتعلموا. يمكن إذا ما في جزا ما حدا بيتعلم لبنان. معنا عبر سكايب ربا قاظم، هي مختصة في معايير الجودة الصحية. أهلا بك يا ربا من بيروت. ربا، مثل ما استمعنا يعني في مطالبات بأنه الحملة تستمر وما تكون فقط فترة مؤقتة، إلى أي حد السلطات الصحية في لبنان عازمة على محاسبة المسؤولين عن الفساد الغذائي؟ السلطات اكيد مستمره بهذه الحمله يلي هي الحمله تجبر تنسيق بين كل وزارات الدوله، يعني مش بس فقط وزاره الصحه هي المسؤوله عن هذا الشيء، وزاره الاعلام يلي هي حتى وزاره الاعلام بتبين انه هي بعيده عن دومين الصحه، بس لها دور كثير مهم بالتشهير. انا مع التشهير بالمطاعم اللي ما عم تعتمد بالمعايير الصحيه، لانه هيدا الشيء كثير وقف انتهاكاتهم وممارساتهم. طيب يعني ربا، الوزير ابو فاعور اعلن عن اسماء المطاعم وحتى لانها بنعرف اصحاب المحلات والمطاعم، تم محاسبه هؤلاء المسؤولين؟ ما رجعنا سمعنا شيء ابدا حول الموضوع. انا بدي كفي معك وزاره الاعلام، بدي كفي وزاره الداخليه، وزاره الداخليه هي المسؤوله عن اقفال المطاعم والمسالخ بالشام الاحمر اللي مش مطابقه للمعايير الصحيه، حتى وزاره المسؤوله عن المياه لانه كان في تسرب بالمياه، وزاره الاشغال كان مسؤوله عن انه هي صار في تسرب من مياه المزهرير الى المياه الصحيه يلي عم ينسقى منا. يعني بفهم من كلامك انه المسؤوليه او اللي عم بيقوم فيه الوزير ابو فاعور لا يكفي، يجب ان يكون هناك مسؤوليه تجمع كل الوزارات لحتى يتم الحصول على نتائج فعلا. نعم. طيب مثل ما سمعت ايضا يعني المواطنين عم بيطالبوا انه يتم مراقبه على المطار بالتحديد وعلى المرافق الاخرى، يمكن ما بنحكي اكثر عن الحدود السوريه اللبنانيه لانه اساسا بسبب الاوضاع ما عم بيتم انه يكون في عنا مواد غذائيه قادمه من سوريا او من مناطق اخرى. بالنسبه للمطار، في مراقبه شديده على هالمرفق؟ وزير الزراعة كانش عدة مرات على الفور، خاصة حبوب ملوثة بالأفلاتوكسين يلي هو هي مادة توكسين سام يجي من العفن بسبب سرطان الكبد ومنعه، وصار فيه يعني عم بيصير. وهذيك المرة بالمطار كمان وقفوا مواد تحمل اشياء مشعه كثيره غير المواد الغذائيه. طيب في موضوع اخر كمان طرحت هالسؤال على مشارك معنا من الاردن بالنسبه للمساعدات المقدمه الى، ما بدي احكي عن اللاجئين السوريين، على اللاجئين الفلسطينيين اللي بتقدمها الأونروا. بنسمع كثير انه بيتم بيعها ايضا بالاسواق اللبنانيه حتى بعد انتهاء صلاحيتها. ليه ما بيتم مراقبه هذا الامر اللي بعده منتشر بكثره يعني من سنوات طويله؟ عم بحكي عن المعلبات يعني بالتحديد. هلا هذا الشيء مسؤول عنه صاحبين المستهلك مسؤول عنه لانه يبلغ وزاره الاقتصاد، في رقم عندنا معين بيتصلوا فيه وبيبلغوا عن حالات الاشياء الخاصه مدتها وهي بتاخذ الاجراءات اللازمه. طيب.
طيب في غزة مثل ما سمعنا من السيد زكي هو مسؤول ومراقب حول جودة الأغذية، أنه أخبرنا كيف بتم عملية الإخبار بالتالي عن المصابين بالتسمم، كيف الوضع بلبنان؟ يعني مثل في خطوات هي نفس الشيء تتبع، يعني يجب أن يذهب المصاب بالتسمم للمستشفى وبعدين بتم إخبار السلطات المعنية؟ لا، مش في رقم معين، بس هو ما عندي اتصال. في رقم معين؟ رقم بيتم الاتصال على وزارة على حماية المستهلك. عنا حماية المستهلك. في رقم لحماية المستهلك بتم انه يجب على المواطن انه يتصل فيه وبيبلغ عن بتم ابلاغ الحالة. عم بيسوقوا هالرقم. بيسوقوا هالشيء انه يجب ان لا تسقط على معلبات خالصة مدتها أو حالات مناسبة. هلا أنا يعني بحسب رأيي يجب أن ملاحقة الحالات من المستشفى. يعني كل شيء حالات تسمم من المستشفى تتلاحق، حتى ببين من وين جاي، من وين أكلين هو الأشخاص، يعني بتلاحق المطاعم، ومن المطاعم عم نعرف من وين عم تاخذوا انتوا المواد. المصادر عم نصير نتجه للمشالخ وللمصدر الاساسي. واكثر شيء كمان المياه والتسرب، المجارير في المياه الصحيه كمان عم تاثر كثير. يعني النقطة الأساسية أنه الشخص يجب أنه يذهب للمستشفى لحتى يسجل الحالة وبتم إخبار مصلحة حماية المستهلك، وهي بعدين بتاخذ الإجراءات المناسبة، هيك بفهم من كلامك. هني بيرجعوا شوي شوي مثل ما عمل الوزير، صار يرجع شوي شوي للمصدر. طلعوا المشالخ الأساسية هن المسؤولين عن الموضوع، في طلع في مؤسسات تعمل من دون ترخيص كشفوا عليها وسكروها بالشمع الأحمر، شافوا البرادات، الحرارة المستعملة فوق الدرجة المطلوبة، معدات صادقة كانت، كان في وجود الإيكولاي اللي هي بكتيريا جاية من براز البشر في المياه، هذا كله أثر بهالشيء. طيب بعد الحملة اللي قامت فيها وزارة الصحة إلى أي حد يعني تحسنت الأوضاع بالنسبة لجودة الطعام والغذاء في لبنان؟ هلا صار في انخفاض ملحوظ بحالة التسمم من بعد هذه الحملة. شكرا لك، تفضلي ربا، تفضلي. نحن فينا نعرف من خلال حالات التسمم، احصاءات بحالات التسمم. والمراكز اللي عم تراقب عم ترجع تحسن، يعني الوزارة مش عم تراقب مرة واحدة، بتراقب مرة بتطرح عليهم بيعملوا كوركشن هن للبروسيجر تبعيتهم وبيرجعوا بيفحصون، يعني ما عم يعني عم بيتم بفهم منك انه عم بيتم في متابعه للموضوع ومقتصر الامر على فقط مراقبه او جوله مراقبه واحده. شكرا لك يا ربا. نعم. ربا قاظم مختصه في معايير الجوده الصحيه، كنت معنا من بيروت. فاصل ثم نعود. أذكر بسؤال الحلقة، هل تقوم السلطات الصحية في بلدك بما يكفي لمراقبة جودة الأطعمة وحماية صحة المستهلك؟ نستمع إلى إجابات بعض المواطنين العراقيين بهذا الخصوص. المواطن يعني عندما يشتري من البائع المتجول هذا يضر في صحة المواطن، يعني لكن احنا نرى انه حتى المطاعم يعني ماكو هناك مراقبة شديدة، يعني ما اخذ راحة المطاعم كان نظيف او غير نظيف، ماكو هناك لجان، يعني المفروض انه هناك متابعة لجان صحية في سبيل الحفاظ على صحة المواطن. الرقابة الصحية شبه المعدومة، يعني حاليا ما كان المطاعم كلها يعني اوساخ، الشوارع كلها وصاخ، يعني حتى ما حد لا حد يفتر، لاكو يعني لجان مضبوطه، لا يعني حتى لو يجي هو ابو لجنه
يجي يطلب للمطعم يعني ما يعطي يعني مالاته مقدما ويقول له في مالا الله يعني. والله يقال هنالك رقابة صحية وهنالك لجان تدور على المطاعم وغيرها من المنشآت اللي تتعامل مع المواطنين وصحة المواطن، لكن لا يظهر أي أثر لها على في واقع الحال. يعني الجهود المبذولة موجودة ولكن مو بمستوى الطموح، يراد لها يعني مراحل أكثر وتطورات أكثر. أكيد لا، ماكو أي رقابة، دورها كاد يكون روتيني فقط. معنا من محافظة الزرقاء في الأردن علي طوس، أهلا بك علي. أهلا فيك سيدي، الله يحييك. علي، مثل ما سمعنا بالعراق يوجد هيئات تراقب جودة الأطعمة والأغذية ولكن ليست بالمستوى المطلوب وما إلى تأثير فعلي على الأرض. الوضع في الأردن هل أفضل من العراق في هذا الإطار؟ أولاً الله يعطيكم العافية ومشكورين على طرح هذا الموضوع. صحيح يعني نفس التساؤل اللي صارتوه هو يعني يصار في كل مكان. يعني هناك هيئات رقابية ولا شك أنه أي محل بده يقوم بتوزيع الأطعمة لابد من الحصول على تراخيص وتحقيق مواصفات معينة قبل ما يمارس هذا النشاط التجاري. لكن لو ذهبنا إلى أماكن التجمع مثل مجمعات النقل الداخلية أو الخارجية ستجد هناك بعض المحال تقوم ببيع الأطعمة وهذه الأطعمة مكشوفة ولا يتوفر فيها شروط السلامة العامة، فمن سمح لهم بممارسة هذا النشاط التجاري؟ أكيد هناك أدوار رقابية لكن غير مطبقة بشكل واضح. هذا جانب. جانب آخر، إذا الإنسان سعى، المواطن سعى للحصول على نوع معين من الغذاء مثل اللحوم مثلا وذهب إلى ملحمة أو لمحل بيع اللحوم، سيجد هناك سعر معين لهذا اللي هو نفترض مثلا كيلو اللحم بما يقارب 10 دولار تقريبا يا سيدة جنانير. لما تسأل لماذا هذا السعر يقول لك لأن احنا نحقق شروط معينة، التكلفة مثلا تصبح أغلى. لكن ذهبت إلى محل آخر ومحلات مثل محلات المولات أو الأسواق الكبرى يصل السعر إلى النصف. طب كيف استطاع هذا المول أن يحقق هذا السعر مع أنه كان شرط السلامة هو الذي يؤثر على القيمة؟ صحيح. هذا مسار جدل، إضافة لأنه كثير من المحلات نسمع أن تم إغلاقها بسبب إساءة في الأمور الصحية أو بسبب وجود حالات تسمم. بعد فترة بسيطة تعود هذه المحلات لممارسة نشاطها ويتكرر الأمر. فأين دور الرقابة الصحية؟ لا شك أن هناك في أدوار في دور الرقابة الصحية على الأغذية بالذات، وهناك في فرص وسمعنا عن يعني في الجرائد انتشر في الأردن بالذات أنه قاموا بإتلاف أعداد كبيرة أو أطنان كبيرة من اللحوم مثلا أو المعلبات الفاسدة، ومع ذلك يتواجد هناك بعض حالات التسمم، ويعني في إحصائيات في هذا الموضوع. لكن حقيقة يعني الموضوع بحاجة يعني السلطات عم بتقوم بواجبها ولكن يجب فعل المزيد، يمكن لأنه انتشرت بكثرة الأطعمة الفاسدة وأيضا الملوثة في الدول العربية بسبب يعني هناك عدة عوامل تتعلق أيضا بالمناخ العام، تتعلق أيضا بنسبة اللاجئين الموجودين في الأردن وفي لبنان أيضا، وبالتالي هذا الأمر بحاجة إلى متابعة. شكرا جزيلا لك يا علي علي الطوس، كنت معنا من محافظة الزرقاء. الآن إلى السيدة منى السميعي. منى، أنت مراقبة أغذية في إدارة التغذية والطعام من الكويت، أهلا بك. ممكن تعطينا فكرة أوسع عن الوضع في الكويت بالتحديد؟ يمكن الكويت هي من طليعة الدول العربية اللي بتهتم بهذا الأمر، كيف الوضع الآن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للكويت الحمد لله الرقابة على الأغذية موجودة إلى حد ما. طبعا المسؤولين عن التفتيش في على الأغذية يشمل البلدية، مفتشين البلدية بالإضافة إلى مفتشين الصحة الوقائية، كذلك يوجد مفتشين من إدارة التفتيش بالرقابة الدوائية والغذائية، فكذا جهة مخولة ومسؤولة عن التفتيش.
الأمر لا يخلو من وجود بعض حالات التسممات اللي ممكن طبعاً تكون يعني توجد في المستشفيات، وبعد ما ترصد هذه الحالات في المستشفى يتم التبليغ عنها notification للصحة الوقائية. الصحة الوقائية طبعاً دورهم يكون عمل مسح ودراسة للحالة والذهاب إلى الموقع، أخذ العينات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها. طيب سيدة منى، لما بيتم يعني معرفة هذا المطعم أنه هو اللي سبب بحالات تسمم، كيف بيتم محاسبته؟ يعني الكل بدنا نعرف كيف بيتم محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر بالنهاية. لا طبعا لا يخلو الأمر من أنه يكون في محاسبة لهذا، يعني المحاسبة موجودة وضروري تكون موجودة لأنها فيها طبعا صحة مواطنين وممكن توصل إلى حياة المواطنين. الحمد لله الإجراءات يعني تكون متخذة وصارمة، تصل إلى إغلاق المحل، إلى يعني في كثير من المخالفات اللي تتخذ فيها إجراءات صارمة. طيب كم حالة تسمم سجلت خلال هذا العام أو العام الماضي، لأنه نحن في منتصف العام الآن؟ للأسف ما عندي إحصائية. أنا طبعا مراقب تعزيز تغذية المجتمع وليس مراقب، يعني نتمنى يا سيدة منى أنه ما تكون سجلت ولا حالة. شكرا جزيلا لك منى صماعي، مراقبة أغذية في إدارة التغذية والطعام، كنت معنا من الكويت عبر خدمة سكايب. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بورصة الرأي، إلى اللقاء.